بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه على محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كان كلامنا حول معاني اسماء الله سبحانه وتعالى ذكر الكوليني رضوان الله تعالى عليه في باب الفرق بين المعاني التي تحت اسماء الله واسماء المخلوقين احاديث من جمله الاحاديث ما ذكرناه في الحلقه الماضيه وحاصل الكلام كان هو ان بعض الالفاظ تطلق على الله سبحانه وتعالى ومن اسمائه الحسنى وكذلك تطلق على خلق الله ومن المعلوم ان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا شبيه له ولا شريك فكيف نقول الله عالم وزيد عالم كلمة العالم من اسماء الله وتطلق على المخلوقين كلمة المحسن من اسماء الله واطلقت على المخلوقين ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى الرحيم من أسماء الله ولكن أطلقت على النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم إذا كيف نقول إن الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا شبيه ولكن الأسماء التي تطلق على الله بعضها تطلق على المخلوقين فذكرنا الحديث الذي كان عن فتح بن يزيد الجرجاني عن الإمام الكاظم عليه الصلاه والسلام ساله عن معنى الواحد وذكرنا ذلك في الحلقه الماضيه واما الكلام في هذا اليوم حول اللطيف اللطيف من اسماء الله سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير ولكن يطلق على المخلوقين الجواب الذي ذكرناه عن الامام عليه الصلاه والسلام هو انه التشبيه والشرك في الواقع لا في اللفظ، الله لا شريك له يعني لا يوجد شريك لله في الواقع الله لا شبيه له يعني لا يشبهه شيء في اي حقيقه من الحقائق اما الاسماء اذا كانت على نحو الاشتراك اللفظي او على اي نحو اخر هذه لا توجب الشركه اذا اطلقت الرؤوف او الرحيم على الرسول صلى الله عليه واله في قوله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم وايضا هو من اسماء الله هذا لا يسبب ان يكون الرسول شريكا لله والعياذ بالله او شبيها له والعياذ بالله. كلا الاسم شبيه الاسم واحد لكن الشركه المنفيه الشركه المنفيه والشباهه المنفيه هي في الواقع يعني الرسول هو المخلوق الذي يحتاج الى الله سبحانه وتعالى في كل شيء والله هو الخالق وهو الغني المطلق فالاشتراك اللفظي هذا لا يوجب الشركة الحقيقية والشباهة الواقعية من جملة ذلك كلمة اللطيف كلمة اللطيف جذر الكلمة لطف اللطف اللطف بمعنى الدقة إذا شيء جدا دقيق إما في غاية الصغر نقول شيء لطيف جدا أو شيء عميق هذا شيء لطيف جدا فأصل الكلمة في إحدى معانيها هو بمعنى الدقة والغاية في الصغر عندما تطلق هذه الكلمة على المخلوق ما هو المعنى الذي اريد؟ هذا المعنى يختلف عن المعنى الذي هو في الله سبحانه وتعالى. عندما نقول شيء لطيف جدا، يعني صغير جدا بحيث لا يمكن او لا يكاد يمكن ان يرى بالعين المجرده. هناك موجودات جدا صغيره بالكاد ترى بالعين، واحد يحتاج الى نظر قوي ودقه حتى ينظر إليها هذه أشياء لطيفة اللطف المخلوق بهذا المعنى في أحد معانيه اللطف أما في الله سبحانه وتعالى ليس بما بهذا المعنى الله وجوده غير محدود بل بمعنى آخر المعنى الآخر هو علمه بالشيء. اللطيف يعني الله سبحانه وتعالى يعلم بجميع المخلوقات حتى المخلوقات التي بالكاد ترى بالعين بل المخلوقات التي لا ترى بالعين لان هناك مخلوقات صغيره جدا العين لا تراها بحاجه الى مجهر لكي نراها وبعض وبعض المخلوقات لا ترى حتى بالمجهر الله عالم بها فاللفظ واحد تقول فلان لطيف وتقول الله لطيف، لكن المعنى مختلف. اللطيف في الأشخاص مثل ما نقول فلان دقيق جدا، ماذا نعني بالدقيق جدا؟ نعني به أنه يعلم بالشيء الدقيق. تقول الشيء الفلاني لطيف جدا، يعني صغير جدا. وتقول الله سبحانه وتعالى لطيف بمعنى علمه بذلك الشيء فاللفظ واحد لكن المعنى مختلف والشباح اللفظيه هذه لا توجد لا توجب الشركه ولا التشبيه ليس كمثله شيء يعني في واقعه اما الالفاظ قد تكون متشابهه وتشابه الالفاظ لا يوجد لا يوجد التشابه المعنوي الواقعي والشركه المعنويه والواقعيه، فالله سبحانه وتعالى عالم بالشيء اللطيف وخالق للشيء اللطيف، الله سبحانه وتعالى عالم بجميع الاشياء، كل المخلوقات، وعلم الله سبحانه وتعالى بالنسبه الى الشيء الدقيق جدا كالذره وعلمه بالشيء العظيم جدا العظيم عندنا كالمجره علمه لا يختلف ومن معاني استوى على العرش هو هذا انه نسبته الى المخلوقات نسبه واحده ليس هناك شيء اقرب اليه قربا ماديا من شيء اخر وحتى الانسان عندما يقترب الى الله سبحانه وتعالى هذا ليس قربا ماديا، قربا معنويا. بالعباده والطاعه يقترب الى الله قربا معنويا، وليس بمعنى القرب المكاني. علم الله سبحانه وتعالى بالذره، وعلمه بالمجره، سيان. بل ليس هو علمان، علم واحد لان العلم هو عين ذات الله سبحانه وتعالى. وعلمه لا يختلف. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعلم الاشياء الدقيقه ويعلم كل الخصوصيات فيها وهو اللطيف الخبير الله سبحانه وتعالى لطيف خبير يعني الخبير يعني علمه بدقائق الامور ايضا هذا القسم الثاني من هذا الحديث الشريف الفتح بن يزيد يقول بعد ان الامام فسر له الواحد وان الواحد في الله غير الواحد في المخلوقات الوحده في المخلوقات وحده عدديه ووحده شخصيه والا هي مركبه في الواقع والوحده في الله سبحانه وتعالى بمعنى لا ثانيه له وبمعنى لا جزء له وحده حقيقيه بعد ذلك يقول جعلت فداك فرجت عني فرج الله عنك لان هذه من الشبهات التي كان يعتقد فيها بعض العامة وكانت وكانت قد اثارت شبهة وهو انهم يعتقدون اتحاد الاسم والمسمى زين اذا الاسم والمسمى هو متحد فاسماء الله سبحانه وتعالى متعددة الاسماء الحسنى كثيرة والله سبحانه وتعالى واحد فاذا هذه الاسماء كانت كثيره لازم المسمى ايضا يكون كثير لان اتحاد الاسم والمسمى وهذا يستلزم تعدد الاله والعياذ بالله فالامام عندما يبين له انه الاسم غير المسمى ولذلك يمكن ان يكون هناك تشابه في الاسماء ولكن في الواقع والحقيقه لا يوجد تشابه فلذا يقول فرجت عني فرج الله عنك. فقولك اللطيف الخبير فسره لي كما فسرت لي الواحد. فاني اعلم ان لطفه على خلاف لطف خلقه، المعنى يختلف، لطف الله ولطف الخلق يختلف، اللفظ واحد، هذه الحقيقه الامام في القسم الاول من الحديث قد بينها لهذا الراوي. ولكن يسأل يقول أريد أن أعلم معنى اللطف في الله ومعنى اللطف في الخلق. فقال الإمام عليه الصلاة والسلام: يا فتح إنما قولنا اللطيف للخلق اللطيف ولعلمه بالشيء اللطيف يعني اللطف في الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه خلق الأشياء الصغيرة جدا الله خالقها كما خلق الأشياء الكبيرة خلق الأشياء الصغيرة فحينما تقول لطيف بمعنى خالق الشيء اللطيف ولعلمه بالشيء اللطيف حينما نقول الله سبحانه وتعالى لطيف يعني يعلم الأشياء اللطيفة جدا طبعا هذا ما يبينه الإمام في هذا الحديث أحد معانيه اللطيف في الله سبحانه وتعالى، وإلا فهناك معنى آخر للطيف في الله سبحانه وتعالى بمعنى البار لخلقه، هذا في أحاديث أخرى قد بينت، لكن الغرض هنا بيان الفرق في المعنى، وهذا الفرق يحصل بذكر أحد المعاني في اللطيف في الله سبحانه وتعالى، لذا الإمام ذكر هذا المعنى ولم يذكر المعنى الآخر، ولعلمه بالشيء اللطيف. الإمام يقول إن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء اللطيفة، بعد ذلك الإمام يذكر مثال مفصل، انظر إلى البعوضة الصغيرة، والجرجس، وهو نوع آخر من البعوض، ولكن صغير جدا بحيث إنه لا يكاد يرى بالعين المجردة. بعد ذلك الإمام يذكر أن هذا فيه الذكر وفيه الأنثى، وهو يحتاج الى طعام وله اولاد وما الى ذلك لان البعوض يبيض ثم بعد ذلك البيضه تتحول الى بعوضه كل ذلك الله سبحانه وتعالى عالم به، بل ترى ان هذه الحشرات الصغار جدا لها الوان مختلفه ولها كثير من الامور التي يرتبط بحياتها. كل ذلك الله سبحانه وتعالى خلقه وقدره وهو عالم به هذا لطف الله سبحانه وتعالى اما اللطف في الانسان او في الاشياء بمعنى الصغر واللطف في الله بمعنى خلق الشيء الصغير والعلم بالشيء الصغير طبعا هنا الروايه مفصله الامام عليه الصلاه والسلام يذكر ذلك بعدين الامام ياتي ويدفع توهم او شبهه نقول ان بعض الناس ايضا يصنعون الاشياء الدقيقه الان بعض الاختراعات صغيره جدا وهذه الاشياء الصغيره خلقها يعني هذه الاشياء الصغيره صنعها الانسان فهل هذا يوجب اشتراك معنى اللطف بهذا المعنى بين الله وبين الخلق؟ الان بعض الاختراعات افرض انت ترى ساعه مثلا هذه الساعه عندما تنظر الى داخلها تجد اشياء دقيقه جدا حتى المصلح الساعات يضع على عينه نوع مجهر حتى يرى هذه الاشياء الدقيقه زين فالانسان ايضا قد يصنع بعض الاشياء الدقيقه ويعلم بها فلذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يريد يرد هذا التوهم يقول حتى الإنسان الذي يصنع الأشياء الدقيقة ويعلم بتلك الأشياء اللطيفة لكن مع ذلك معنى اللطف في الله سبحانه وتعالى اللي هو خالق الأشياء اللطيفة والعالم بالأشياء اللطيفة يختلف عن هذا المخترع أو هذا الصانع الذي خلق الذي اخترع او صنع جهازا صغيرا دقيقا لطيفا ويعلم بما في هذا الجهاز اللطيف مع ذلك يختلف، لماذا؟ لان اللطف في الله سبحانه وتعالى بمعنى خلقه للاشياء اللطيفه يختلف عن صنع الانسان الاشياء اللطيفه الدقيقه، لان الله سبحانه وتعالى حينما يخلق الاشياء خلقه بلا علاج ولا أداة ولا آلة، أما الإنسان حينما يصنع شيئا دقيقا صنعه للشيء الدقيق مع علاج، مع أداة، مع آلة، بيان ذلك الإمام يبين يقول: لطف بخلق ما سميناه بلا علاج، العلاج شنو هو؟ العلاج معناه مزاولة الشيء بالاعضاء. يعني نحن الآن حينما نريد ان نعمل عملا لا يمكن ان نعمل ذلك العمل الا بتحريك عضو من الاعضاء. انت تحرك يدك وترفع الشيء تحرك لسانك وتتكلم تحرك رجلك مثلا وتمشي الإنسان إذا يريد أن يعمل عملا لا بد له من تحريك أعضائه بدون تحريك تلك الأعضاء لا يمكنه أن يعمل عملا حتى الآن أكو بعض الاختراعات هذه الاختراعات فيها عيون إلكترونية هذه حساسة بحيث أن الإنسان بإشارة واحدة يمكن أن يحرك جهازاً هذا الحركة العيون الالكترونية تلتقط هذه الحركة وهذه الحركة لها معنى الكمبيوتر اللي موجود في العين الالكتروني يفسر ذلك المعنى الى عمل خاص ولكن مع ذلك يحتاج الانسان ان يكون له حركة ولو حركة بسيطة وقبل فترة قرأت انه هناك محاولة لاختراع بعض الاشياء هذه الاشياء بس بأثر حركة العين العين الإلكتروني يلتقط حركة العين عين الإنسان وبعد ذلك يترجمه إلى مثلا أمر كمثلا إشعال الأضوية أو إطفاء تلك الأضوية مثلا في الدار مثل هذا الريمونت كنترول اللي بلمسة يد يتحرك الجهاز هذا الاختراع أو محاولة هذا الاختراع بدون حاجة إلى ريمونت بل نفس حركة العين هي التي تعطي الإشارة بالنتيجه احتاج الى حركه من الانسان هذا علاج. زين الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يخلق شيء خلقه لشيء بلا علاج. ليس معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى له يد مثلا والعياذ بالله ويحرك يده ويخلق ذلك الشيء. واذا في القران وردت ايات لما خلقت بيدي حول ادم عليه الصلاه والسلام هذه من الايات المتشابهه التي تفسيرها في الايات المحكمه لما خلقت بيدي. اليد واليدان والايدي هذه بمعنى القدره والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون يعني بقدرة لما خلقت بيدي يعني بقدرتي يد الله فوق ايديهم يعني قدرة الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى حينما يريد ان يخلق شيئا ليس بمعنى ان له اعضاء يحرك تلك الاعضاء ويصنع ذلك الشيء الله سبحانه وتعالى بسيط وخلقه الاشياء لا يحتاج الى ان يحرك ذاته الحركه مستحيله في الله سبحانه وتعالى لان الحركه هي ترتبط بالاجسام الكون في المكان الثاني بعد الكون في المكان الاول وهذا يحتاج الى مكان ان يكون في مكان حتى يتحرك والله سبحانه وتعالى هو خالق المكان وليس في المكان الحركة للانسان الذي يحتاج الى الحركة لانه يريد ان يصل الى مبتغاه عبر الحركة. اما الله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق فلا يحتاج الى شيء ولا يحتاج الى الحركة ايضا. هذان دليلان طوليان وقد مر سابقا. فاذا الله سبحانه وتعالى عندما يريد ان يخلق شيئا انما قوله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون بلا علاج. فالله يخلق الاشياء الدقيقه بلا علاج، المخترع يخترع شيئا دقيقا ولكن بعلاج يزاوله باعضائه بلا علاج، ولا اداه ولا اله، بعض الاحيان الانسان يريد ان يصل الى مبتغاه ولكن هذا يحتاج الى اله، انت مثلا من باب المثل صيد على الشجره لا تصل يدك اليه لكي تاخذه ولكن انت تضع سهما في قوس ثم ترميه هذا القوس شنو هو أداة أداة لوصولك إلى ما تبتغيه وهذا سبب عجز الإنسان وحاجته الإنسان لا يتمكن من أن يصيد بيده فيحتاج إلى أن يصيد عبر القوس مثلا فالاستفادة من الآلة هي لعجز الإنسان والاحتياجه أنت حينما تريد أن تضوي هذه الغرفة مثلاً تضع يدك على الزر وتحرك ذلك الزر فتضوى الغرفه، لماذا؟ لانك عاجز، لا يمكنك لا يمكنك ان تضوي هذه الغرفه الا بحركه. فلذلك تستفيد من هذه الاله التي تسمى الزر مثلا وتشعل المصابيح. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى شيء. فإذا أراد أن يفعل شيئا نفس الإرادة هو فاعل بالاختيار نفس الإرادة سبب لخلق الأشياء لذا الإمام يقول بلا علاج ولا أداة ولا آلة والفرق بين الأداة والآلة لأن الكلمتان إذا اجتمعتا كل واحدة منهما كان لها معنى منفصل وإن إذا تفرقتا كل واحد منهما يدل على الآخر أيضا الأداة هو الـ الـ الشيء الذي يستفيد منه, منه الانسان للوصول الى مبتغاه بدون ان يكون هو الوسيله الطبيعيه. الآله الشيء الذي يستفيد منه الانسان للوصول الى مبتغاه مع كونه مصنوعا لذلك الشيء، يعني اذا واحد يريد يصيد، يصيد عبر السهم، السهم صنع لاجل ان يصاد به فهذا آله، لكن إذا رفع حجراً أو حصاة ورماها على الصيد، الحصات لم توضع ولم تخلق لأجل الصيد ولكن استفيد منها في الصيد فهذه تسمى أدات. زين الإنسان عندما يريد يصنع شيء دقيق يحتاج إلى علاج يعني مزاولة بالأعضاء ويحتاج إلى أدوات وآلات. لكن الله سبحانه وتعالى خلقه. للاشياء الدقيقه لا يحتاج الى هذه الامور لان الله هو الغني المطلق لا يحتاج الى عضو لا يحتاج الى اله ولا يحتاج الى اي مخلوق انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وايضا الفرق الاخر انه الله سبحانه وتعالى خلق الاشياء من العدم لم يكن شيء فالله سبحانه وتعالى اوجده. لكن اي مخترع، اي مكتشف، اي انسان يصنع شيئا انما يصنعه من المواد الاوليه الموجوده. يعني حينما المخترع يخترع طائره مثلا، كيف اخترع الطائره؟ كيف صنع الطائره؟ مواد اوليه موجوده في الارض يستخرج هذه المواد قد تحتاج الى تغيير صوره مثلا ب عمليات فيزيائيه في المصانع والمعامل ولكن هذه الاشياء الموجوده يغير صورها الى ان تصير مثلا مصنوعات وقد تكون مصنوعات دقيقه جدا. الانسان لم يخلق شيئا يعني لم يكن موجودا ثم اوجده، لا الانسان يستفيد من الاشياء الموجوده يغير صورتها. لكن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الاشياء الدقيقه خلقها من العدم، يعني لم يكن شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. ثم ان الله سبحانه وتعالى خلق ماء، الماء اول شيء من الجسمانيات خلقها الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى خلق شيئان. شيء جسماني وشيء روحاني. الشيء الروحاني هو ارواح الرسول صلى الله عليه واله او نور الرسول نور الرسول والائمه وفاطمه الزهراء سلام الله عليهم اجمعين هذه الاشياء المعنويه وخلق شيئا ماديا هو الماء وكان عرشه على الماء بعد ذلك الله سبحانه وتعالى خلق من الماء الاشياء وامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في الخطبه الاولى من نهج البلاغه يبين كيفيه الخلق، الله سبحانه وتعالى خلق ماء وخلق تحت هذا الماء ريحا وفوق هذا الماء ريحا فهذه الريح جرت على الماء وهذا الماء تلاطم وصار الزبد حول ذلك الماء ومن ذلك الزبد خلق السماوات والارض. وبعد ذلك هناك تفاصيل أخرى خلق السماوات والأرض والقمر والشمس ثم بعد ذلك خلق الإنسان فالله سبحانه وتعالى حينما هو خالق المادة الأصلية الله خلقها من العدم لم تكن فكانت بإذن الله سبحانه وتعالى وإرادته وخلقه أما الصانعين يصنعون الأشياء من الأشياء الموجودة فقط يغيرون الصورة ولذلك الإمام يقول لطف بخلق ما سميناه بلا علاج بالاعضاء، ولا اداة ولا آلة. عكس صانع الاشياء الدقيقة من الناس. وبعد ذلك الفرق الاخر، وان كل صانع شيء، وان كل صانع شيء فمن شيء صنع. لم يوجد الصنع الذي صنعه من العدم، المواد الاولية جمعها غير صورتها، غير تركيبها. وأن كل صانع شيء فمن شيء صنع والله الخالق اللطيف الجليل خنق خلق وصنع لا من شيء هو الأول كان الله ولم يكن معه شيء أما الذين يتوهمون بأن المخلوقات كانت أزلية هناك بعض الفلاسفة يقولون بهذا الكلام يقولون أن الله سبحانه وتعالى علة والعلة لا تنفك عن المعلول فالله سبحانه وتعالى خلق الأشياء من الأزل يعني هذه السماء والأرض وهذه المواد أزلية أيضا فهذا يخالف العقل ويخالف النقل لأن الله سبحانه وتعالى ليس علة بالمعنى الفلسفي وهي مضطرة إلى أن توجد المعلول كالنار التي هي علة للحرارة والضياء الله سبحانه وتعالى فاعل بالاختيار، ومعنى الفاعل بالاختيار انه هو موجود وفعله ليس بموجود ثم يفعل ذلك الشيء، وكذلك العقل والنقل يدلان على بطلان القول بوحدة الوجود، لان القائلين بوحدة الوجود هكذا يلتزم بعضهم بأن الله سبحانه وتعالى وجوده منبسط. ثم حدد قسم من وجوده فلذلك كل هذه السماوات والأرض كذا هذه هي الله والعياذ بالله من كلمتهم كلمة الكفر فلذلك هذه حدود لله سبحانه وتعالى لأجزاء من الله لا يعلمون أن هذا يستلزم الاحتياج يستلزم الفقر يستلزم ال جسمانيه لله سبحانه وتعالى وهكذا من اللوازم الفاسده والتوالي الفاسده ولكن الابتعاد عن منهج القرآن والرسول واهل البيت عليهم الصلاه والسلام والاخذ واخذ معالم الدين من غيرهم يؤدي بالانسان الى انحرافات كبيره قد تدخل الانسان الى الكفر الله سبحانه وتعالى خلق الاشياء والاشياء غير الله سبحانه وتعالى خلقها من العدم يعني لم تكن موجوده فاوجدها اما بقيه الصانعين الاشياء الموجوده يحولونها يغيرون صورتها هذا الحديث الذي رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام وفيه كان بيان عدم شباهه شيء بالله سبحانه وتعالى حتى اذا كانت الالفاظ في الظاهر واحده لكن الواقع هو والمعنى يختلف. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى ما فيه الخير والصلاح. وهذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.